منتخب السرالي طويلة نص الملعب ديوك بيها كرة بالطول أقرب لبيول لكن مطالبة بوجود خطأ مطالبة بوجود خطأ وكرت الأحمر على روهيت كرت أحمر على روهيت ومدرب نيبان عبد الله الشلاحي لكن واضح أن حكم اللقاء خذ الإشارة أو خذ تنبيه من المساعد الأول لأنه هو الأقرب بالنظر بالإعاقة الإعاقة كانت مؤثرة بتوازن بويول الإخلال إذن بالتحرك شوف لمسة الأولى كانت هي مؤثرة بتوازن بويول مهاجم منتخب استراليا لذلك اعطى